لا منك. بركات مكشر، بركات ما الشكل، ما هو الصوره على لعيب الكوره، لعيب عندك واحد على واحد، لعيب الكوره عايز اقول لك، لا استنى الكلمه دي جامده. لا لا بص الكوره الثانيه، لعيب الكوره اللاعب بره ده لعيب، لعيب بتاع واحد واثنين وثلاثه وزياده عدديه وفرديه، يعني عنده كوره في دماغه زي ما انت عندك، في كوره على السوشيال ميديا زي ما انت عندك، كل واحد فينا عنده كوره بيتمنى وهو بيتفرج انه يلاقيها. انا مثلا واحد من الناس احب اخد الكوره واروح على واحد واثنين واعدي واعمل عرضيه او اروح على الجول، انا ببقى بتاع يعني بتوسم ان اللي هيلعب في حتتي ده بيعمل كده. فين حته اكسجين جات لي لما رمضان نزل وابتدى يعمل الضغط بالجسماني بتاعه والحاجات دي، وبرضه لعيبه مش قادره تعمل سبورت يعني. طيب خلينا نروح للتغييرات، ما هي برضه التغييرات النهارده كانت بالنسبه لي، يعني انا بنزل عبد الله السعيد وبخلي مجدي قفشه وبخلي محمد مجدي، يعني عارف يا كابتن، عايز يستحوذ بكل طاقته. ايوه ما انا بستحوذ حسيتها كده، بس الاثنين ما بيقطعوش، ما هو الاثنين بالظبط، ما هو انا بخسر في حته ثانيه. ما هو نادي فتحي في الدقيقه 92 باين مين؟ حمدي فتحي، حمدي فتحي نزله في الدقيقه 92. لا ما برضو الله يكون في عونهم جميعا اللاعبين، لكن هي دي كلام فتحي ده لازم من اول من الدقيقه 60. لا عشان كده بقى من الدقيقه 60 كان لازم فتحي. التغييرات اللي كنا بنتكلم عليها اللي انت غيرت الاثنين الطرف، اللي احنا كنا من اول الحوار واسلام بيقول احنا الاطراف كانت ضعيفه، انت غيرت النهارده طرفين، شحات وزيزو. انا ما شفتش بار محمدي واحده قدام بعد نص الملعب، ولا واحده احمد محمدي عمل او واحده بس محمدي. باهر ولا واحده اسلام، بس مش بتاعتك انا، ده انت كنت بتلعب ايام مانويل جوزيه كنت بشوفه، لا بتعدي النص وبتعملها حبيبي. انا ما راحش اتكلم مع باهر، كابتن شريف باهر معذور، ما هو اسلام عشان ده مكانه، خلي بالك اتنين. باهر طول لعبه مع الاسماعيلي بيلعب سوبر، حتى هو في المطاريه بيغطي لجوه. هو بس في نقطه، هو باهر لما لعبها مع كوبر اللعب ثلاثة فلات، هو باللعب ناحية اليمين، لعبها ناحية اليمين، هو بيلعبها الباك رايت بصيغة المساك لما يكون ثلاثة، مش باك رايت السرعات. خلي بالك هو برضو الكابتن حسام اضطر ان هو يعمل كده، خلينا برضو يعني نتكلم على الجانب الاخر، ان اصابة لقاش عمر جابر ولا لقى اكرم، وبعدين عمر الاثنين مش موجودين ومصابين امبارح مش النهارده، ما انا بقول لك من يومين مثلا. انا بقول لك حل باهر يا اسلام، حل اضطراري يعني كابتن حسام، ما اقدرش الومه في حل باهر، مفيش غيره. يعني انا جايب احمد توفيق امبارح ما ينفعش تلعبه النهارده، اكرم اتعور، ما عندناش احنا ما عندناش لوم الحقيقه، الراجل عارف انه هيقابل الواقع ده وعارف ان اللي جاي واقع مرير اكتر وعنده مشاكل. لا عايز اقول لك حاجه بقى، الا لو حصل سبورت بقى من صلاح باهر في الجابون، لا في صوره ثانيه اسامير كتير انا فاهم، باهر في الجابون هيبقى كويس. ليه؟ لان انت مش عايز منه حاجه، ممكن كره واحده في الماتش بس. انا ارجع لنا للحته دي وسريعا كده، انت يعني انا تغييرت ايمن اشرف، معلش يا كابتن عادل انا اسف، تغييرت ايمن اشرف، هو نزل ايمن اشرف ليه؟ مكان ابو الوضوح من دلوقتي، انا بقول لك ايمن عشان يلعب هناك في الجابون، طبعا مش هيلعب احمد ابو الوضوح، انت محتاج نوعيه ايمن هناك.